بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم اعزائي المشاهدين في هذا اللقاء المرتقب بين فريق الشمال وفريق مسيمير في اطار الجوله العشرين من دوري الدرجه الثانيه. هذا اللقاء بالتاكيد لقاء هام لا يقبل القسم على اثنين في ظل الظروف المواتيه طبعا بالتاكيد لفريق المرقيه. اذا ما استطاع تحقيق الفوز اليوم وتعثر فريق الشمال سيصعد فريق المرقيه مباشره لاماميه من عبد الرحمن وليد منصور. التقدم من جانب بهاء فيصل يسيطر على كرة بهاء، محاوله للتزويد وليس كامل نشاط. محاوله من جانب فريق نادي الشمال، وليد منصور تمريره للامام بهاء فيصل يتقدم على طريق الجبهه اليسرى، تسديد اهوت هو الاخر ولكن سهله وضعيفه. يتقدم بهاء، حلوه يا ولد والله ولكن فين؟ بعيده بعض الشيء فوق العارضه ولصالح فريق مسيمير عن طريق الجبهه اليسرى اهوت ليه بهاء فيصل. بهاء فيصل يتقدم عاوز يستكمل لتأكد صعود فريق نادي الخرطيات وفي انتظار من سيكون ثاني الصاعدين للمباراه او للمباراه الفاصله. وكره تمريره طوليه للامام، مره ثانيه التقدم، محاوله للتسديد، يا سلام، عرضيه، جول جول اول عن طريق الشمال. بهاء فيصل سيف يعلن عن افتتاح التسجيل بالهدف الاول لصالح فريق نادي الشمال، تبقى في ايدك وتقسم لغيرك. يتقدم ويضغط فريق نادي مسيمير ويسجل فريق نادي الشمال بهجمه عنتريه قويه. شايفين التقدم من جانب اللاعب رقم 20، اللاعب رقم 20 بهاء فيصل سيف، وكره عرضيه تقدم ويتصدى ليها طلال منير مزيد ويعلن عن التسجيل وافتتاح باب التسجيل بالهدف الاول لصالح فريق نادي الشمال والتقدم بهدف مقابل لا شيء. يا سلام على الكرة، يا سلام على الكرة العرض في منتصف الملعب، فريدون يمرر عن طريق الجبهة اليمنى، فريدون كرة جميلة جدا بهاء فيصل، يا سلام لاعب مهاري، حلوة يا ولد، حلوة يا بهاء والله، متألق ويعني ايه انت تقول ايه الرقم الصعب في فريق نادي الشمال، الرقم الصعب في فريق نادي الشمال الرقم 20 يسدد ويصوب ويخترق ويمر ويلعب كرة عرضية وصاحب بصمة كبيرة جدا في فريق نادي الشمال. والهجمة المرتدة والسريعة، التقدم من بهاء فيصل واحد على اثنين، هيعدي ويمر، يا سلام السقوط، يعدي بهاء فيصل، يعدي من الأول والعرقلة والفاول وفيها إنذار، فيها إنذار للاعب رقم 6 هو تتلقى الإنذار من فريق نادي مسيمير محمد عبد الله سلطاني نتيجة للاعب المتميز بهاء فيصل اللاعب رقم 20. محين المرور والسقوط لدفاعات فريق نادي الشمال وما فيش امامه حل غير احد. بهاء فيصل بكبر الخطوره، واحد على واحد اهوت واثنين على اثنين، يعدي ويمر، يا سلام على بهاء، يا سلام، اتاخر بعض الشيء وبالتالي يرجع دفاعات او ترجع دفاعات فريق نادي بهاء فيصل. شوفوا بقى، شوفوا شوفوا شوفوا، هي ديت الهدف، هي دي نص الهدف زي ما بنقول. بهاء فيصل عمل التمويل اللي هو هيمرر وبالتالي يعني اسقط لاعب معيذر ومرر على رواء زي ما بيقول. كره ملعوبه للامام ومحاولات الثاني، يسجل اهوت بهاء فيصل الهدف الثاني بتمريره رائعه ويعلن عن التعزيز بهدف اخر وتصبح النتيجه هدفين اثنين مقابل لا شيء. يتقدم من جديد اللاعب في الدقيقة 48، اللاعب رقم 18 مزيد منير، ويعزز بهاء فيصل اهوت بالهدف الاخر في يعني بتمريره رائعه وتمريره شايفين الخطا في الدفاع اهوت وبالتالي يخبزها من فوق ايد حارس المرمى ويعلن عن التقدم بالهدف الثاني. بهاء فيصل يستحق ان يسجل هدف باسمه هذا اللاعب المتميز والتقدم فريق نادي الشمال.